خلصنا الشغل بتاع الكلاس وظبطناه، فضل بقى ان احنا نستدعيه وننادي عليه بقى وننادي على الفانكشنز ونشغل الفانكشنز ونشغل الكلاس بتاعنا، نشغل البلو برنت بتاعتنا. فهناجي طبعا على الفايل، مش بكخر انا، اقول له فروم الفايل اسمه امبلي صح؟ فروم امبلي انا عايز امبورت، روم الفايل اسمه امبلي انا عايز امبورت الكلاس اللي اسمه امبلي بالكابيتال. تمام؟ فدي اول حاجه كده استدعيت الكلاس بتاعي عشان اقدر اشتغل عليه. هعمل فانكشن كده بسيطه اسميها الامبلي منيو، بس الامبلي منيو اللي هي هكتب فيها شويه امر بسيطه جدا. الاول هعمل برنت فاضيه، بعد كده هقوم اعمل برنت تاني اقول له عشان بس اخد سبيس يعني كده، اقول له امبلي خلاص اتس ال داتا بيس كانه عنوان، وبعد كده هقوم قايل له هقول له واحد تمام، هقول له شو قول امبليز ماشي خلينا واحد اللي قبل اوي اللي هقول له ايه امبليز نيو امبليز اتنين يبقى مثلا ايه edit على الفيلي ثلاثة delete أربعة عنده أربعة بس just print ايه تاني نحن نقول له search فور امبلي يبقى كده خمسة شو اول بقى شو اول امبلي بعد كده اخيرا هقول له ستة تمام ستة هقول له اكزيت ستة بالنسبة لي معناها خروج تمام. فانا بقول له يعني اختار واحد عشان تعمل نيو، اثنين تعمل ايديت، ثلاثه تعمل ديليت، اربعه تعمل سيرش شو، خمسه سته تخرج، وهاخد اللي هو اختاره يعني الاختيار هيكون بيساوي هعمل له انبوت استنى منه بقى الايه القيمه، فاقول له تشوز اوبشن فروم 1 تو 6 وخلاص دخل لك رقم 1 ل 6 وهيترن الاختيار اليوزر اختاره اللي هو الايه؟ تشوز اللي هو اختاره. يبقى المنيو دي بس بتعرض المنيو كده وبتستنى اليوزر يدخل وقت من 1 او 2 او 3 او 4 او 5 او 6 او 6 وترجع حكومه اليوزر دخل بس. مجرد طباعه بس كده وتنسيق الشغل بتاعك. لكن الشغل بقى نفسه عباره عن ايه؟ اول حاجه اقول له هعرف ام ده من النوع امبلي الكلاس اللي انا سميته فوق اللي هو فيه الشغل كله تمام حلو. واقوم جاي قايل له ايه الاوبشن اللي اليوزر اختاره اليوزر اوبشن اليوزر اوبشن اللي اليوزر هيدخله انا هعمله مبدئيا بفاضي تمام. وخد بالك بقى معايا، أول حاجة عملت حاجة اسمها يوزر أوبشن فاضي. أنا عايزه يدخل ويكمل ويدخل ويكمل ويدخل ويكمل ما يقفش غير لما هو يدوس أنا عايز أخرج. هعمل لوب أنا خلاص وايل لف لو اليوزر أوبشن يعني الاختيار بتاع اليوزر لا يساوي ستة. لا يساوي ستة، طول ما هو مش ما بيساويش ستة أنت شغال، لأن ستة بالنسبة لي احنا حددناها ان دي الخروج. دي الحاله الوحيده اللي بيخرج فيها. ثم هي من سته بقى انا شغال. فاضيه بقى او واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه او خمسه انا بالنسبه لي
اللي انا هقوله دلوقتي ده هيقعد يتكرر معايا في كل الايه؟ كل الحلقات. ايه هو؟ اول حاجه هعمل ايه؟ هقول له اليوزر اوبشن بتساوي اختيار اليوزر، هنادي على الفانكشن اللي عملناها من فوق اللي هي اسمها امبليمنت، هنادي على امبلي ايه؟ الامبليمنت. فالامبليمنت هتشتغل، تقول له اختار اي واحد 2 3 4 5 6، فيختار حاجه وارجعها جوه اليوزر اوبشن، تبقى ليا بالنسبه لي 1 2 3 4 5 6. هبدا اشوف بقى لو 1 اعمل كذا، لو 2 اعمل كذا، لو 3 اعمل كذا، اللي لغايه بقى ايه كل الاوبشنز. فالاوبشنز دي هعملها بجمله اف، هقول له اف ان اليوزر اوبشن لو كانت بتساوي مثلا 1، فواحد بالنسبه لي دي اليوزر دخل ان هو عايز يعمل ايه؟ عايز يعمل اد. فاقول له طيب هي الاد كانت بتستخدم اي حاجه هنا؟ اهي الاد اهي، كانت بتطلب من اليوزر اي دي وتنادي على الفانكشن، قلت له هي دي اللي انا عايزها. يبقى لو كانت بواحد الاوبشن بواحد يبقى ده الحال، هتقول لي اد نيو امبلي، هتقول لي انتر اي دي بتاع امبلي، وهنادي على الفانكشن. نادي على الفانكشن ازاي؟ اقول له ام اسم الاوبجكت دوت اد امبلي، فام دوت اد امبلي، وبعت له الايه؟ الاد. ده لو كان اد وخلصنا، ده لو كان ايه؟ لو كان اد. يعني لو ما كانش واحد وكان اليوزر اوبشن بيساوي 2، 2 بالنسبه لنا دي اللي هي ايه؟ ايديت. هل في عندي حاجه للايديت هنا تحت؟ اه عندي دي الايديت. قلت له ايوه هي دي كده، خدها كات واقول له ادي الايديت امبلي اي دي، انتر يور اي دي مش عارف ايه، وهنا هنادي على الايديت، هقول له ازاي نادي عليها؟ اقول له ام دوت ايديت امبلي. تمام؟ دي كده حاله ايه؟ حاله بتاعت الايديت. تعالى حاله الديليت، هقول له الف ان اليوزر اوبشن 3 هي الديليت، رقم 3 دي الديليت، ويرها ويرها ادي الديليت عندنا اهي، اقول له ادي الحاله، اقول له ديليت امبلي، هتدخل الرقم واقول له هنا ايه؟ ام دوت ديليت امبلي، دي الديليت. لو كان 4 4 احنا كنا عاملينها ان هو يسيرش فور ان امبلي، يسيرش على واحد مره، فهل في حاجه تخص السيرش هنا؟ اه هي دي فعلا، هي دي. بس انا كنت بقول اف ان السيرش فور بتساوي فولس، يبقى مش موجود. هي نفس الفكره، نفس الفكره تمام. هنادي على السيرش، بس طبعا لازم اقول له ام دوت سيرش فور امبليز امبلي، ولو رجعت لي فولس هقول له الامبلي نوت اكزيست، لو ترو طبعا هتعمل هي عملياتها وتطبع هي وكلها. دي رقم 4. خمسه خمسة اللي هي ايه؟ خمسة شو قول؟ خمسة اللي هي بالنسبة لنا ايه؟ شو قول؟ ماشي. فخمسة شو قول دي انا بس مجرد بنادي على شو قول، ما بعملش اي حاجة، فاقول له ام دوت شو قول امبليز وخلصنا. هيرد كل الايه؟ كل الامبليز اللي موجوده عن فاضل لي واحده الس خالص، هي تبقى سته يعني. ممكن اقول لازم تكون سته، ممكن اقول اي حاجه بقى غير من واحد لخمسه يبقى هتخرج، انا هقول الس اي واحده غير دول كلهم هتعمل ايه سيادتك؟ قلت له كل اللي هعمله ان انا في الحاله دي بس هخرجه، لان هو لو واحده او اثنين ثلاثه هيعمل العمليه دي كلها، سته هيرجع لليوزر اوبشن وهيقف، انا مش محتاج اكتبها اصلا، لان غير كده هيلف مع اللوب وهيرجع الاوبشن، هيلاقي اليوزر اوبشن 6، الوايل هتنتهي وبالتالي هيخرج وخلاص على كده. اللوب هتنتهي وهيخرج بره اللوب. لو عايز طبعا اقول له بس بره الايه؟ بره الوايل، عشان لو ايه ماشي نقول له مع السلامه. هنجرب كل اللي احنا عملناه ده،
احنا عملنا حاجات بسيطة بس تظبيطة يعني، الوايت دي هتعملها تظبيطة بس. بس نجربها بسم الله. قال لي اد ان بي اكس ام ال داتابيز، كريت اعمل واحد، كريت اعمل اثنين لاخره. قلت له مثلا خلاص انا دخلت ستة، قال لي جود باي. ما ترن تاني طبعا، لو دخلت 10 دخلت 9 دخلت اي حاجة بيخرجني على تمام. تسعة ما خرجنيش، تسعة دي بالنسبة لي هيعيد أي حاجة غلط بيعيد، ومستني أدخل حاجة من واحد لستة عشان يبدأ ياخد. الستة بالنسبة لي دي اللي بتخرج تمام. قلت له حلو، غير كده أنا شغال. قلت له طب تعالى نجرب بسم الله واحد، هل عايز أدخل واحد لكم كام؟ قلت له وريني كده اللي بسم الله بتاعنا. اللي انا مش فاكره. قلت له طيب هات الاكس ام ال بتاعنا كده، في مين بيانات رقمها اهي، 1 2 3 خليها 1 2 3 1 1 2 4 1 2 4 قلنا دي المفروض نشيلها معلش. مين ناخد كده رابع واحد عندنا في القايمة، طه ماتي ماشي. الجوب مثلا الفون السالري، الايميل، خلص عمل ايه؟ تلاحظوا قال لي الامبلي قال سكسسفلي، يلا اخش على اللي بعده. طبعا لو انا عايز اطمن اروح على الاكس ام ال فايل، الاقي ان في امبلي رقم 3، هل في امبلي رقم 4 ولا لا؟ ده طاهر. مع انه قال لي النوت ضعف. اهو موجود موجود اهو رقم 4 تمام. طبعا مفيش الاكس ام ال ما تفرقش معاه المسافات والكلام ده مش زي الباقي. وبالتالي هنا ادي في اوتو نمبر رقم 4 1 2 4 اللي اسمه طه مهدي مظبوط موجود. قلت له ماشي انا لسه، وده البرنامج معلقش يعني لسه شغال. قلت له تعالى نجرب اللي بعديها على طول 2. قال لي انت عايز تقيد مين؟ قلت له 1 2 4. هل الاي دي؟ قلت له سيبه زي ما هو. طه مهدي سيبه زي ما هو. الراجل كان شغال تيستر بقى دلوقتي ويب ديزاينر. رقم تليفونه كما هو. المرتب 23000 مثلا. الايميل زي ما هو. خلاص قال لي الامبلي كود 4 ابديت سكسسفول وفوت، وقال لي يلا دخل الرقم اللي انت عايزه. لو رجعنا للاكس ام ال فايل هنلاقي ان طه مهدي وظيفته بقت نقفل ونفتح تاني، ساعات بيبقى ما عملش ريفريش. بيقول لي انت في تعديلات لود. قلت له لود لود التعديلات. قال لي اهو نزله ديزاينر يبقى عدل وتمام. قلت له ماشي مني كمل ديليت. سيبك من ديليت دلوقتي، خلينا نجرب السيرش 4. خلي ديليت اخر واحده على الدور. عملت له 1 2 2 1 2 4 طبعوا لي طبعا زي ما انتم شايفين 4 من 24 طه مهدي، وادي ارقام وادي ايه 21000 اتغيرت، وادي الديزاين اتغير. قلت له ماشي عايزين نشوف قول جرب 5 5. قال لي ان في 3 ادي الاول لما دخلت له 5 انا. الاول رقم 2 محمد ابراهيم، الثالث طاهر، الرابع كان طه مهدي، وقال لي نمبر اوف روز ريترنينج 3. كويس جدا. بشوف قول اشتغل كله كده اشتغل، فاضل لنا الديليت. قلت له انا عايز الديليت اللي هو رقم 3. قال لي عايز تمسح مين؟ قلت له 1 2 4 اللي هو طه مادي. دوست انتر. قال لي انفلي ديليت سكسسفولي. ف نرجع نشوف طبعا الفايل اللي كنا نفتحه عشان بس يفنش. فهنلاقي ان السكرام ماستر ده اخر واحد وخلص اللي هو طه مبقاش موجود طه. والدليل الاخير ونقفل ان احنا لو قلنا له اعرض كل البيانات رقم 5
هيقول لي بس number of rows returned اللي هو رقم 2 محمد ابراهيم، رقم 3 اللي هو طاهر، والثالث مسح. طبعا البرنامج ما بيقفلش غير لما احنا نقول له 6 واعمل exit. بكده احنا عملنا ايه؟ كده احنا عملنا يعني عملنا الفاكتورنج للسيستم كله بتاعنا، وبقى عندنا التيبل بتاع الامبلوي موجود كاكس ام ال، ربطناه في كلاس فايل، وبعد كده عملنا له البرنامج اللي يشغله والمنيو بتاعته والاوبشنز، الراجل اختار الاوبشن اللي هو عايزه، والبرنامج شغال بشكل مستمر لغايه ما يعمل كل العمليات. ده كان الايه الجزء ده. طبعا اوتوماتيك هيبقى مطلوب من كل الناس، بروجكت نفس الفكره بس مش على الابري، على مثلا البيشنت، على الستيودنت مثلا، فتختار حاجه وتعمل نفس الفكره بتاعتنا بالظبط، مش معانا بالظبط بنفس التفصيل، بس على يعني انذر ايه تيبل، بحيث تبدا تبقى انت وبتكتب كود ورانا، تبقى انت ايه هنا اخليها ستودنت، هنا النيم انا ما عنديش نيم، او مثلا عندي نيم بس عندي فيرست نيم ولاست نيم او مظبطها اثنين، عندي مثلا الير السنه الدراسيه عندي، تبدا مركز بس انت بتكتب كود وتبقى عينك اكثر تركيز، هو ده المطلوب. طبعا ما فيش اي مشكله انك تفتح الكود وتبدا تنقل وتمشي ورايا وتغير وتشوف انت بتغير ايه، ده هو ده المطلوب. انا الاول في الاكزامبلز المفروض انت بتعمل ايه؟ بتطبق نفس الاكزامبل ورايا بس. المره دي عشان في بروجكت على بعضه كده، بروجكت صغير في الاكس ام ال بتديه في البيانات، فهديك حته صغيره انك تبدا تغير شويه، اتغير شويه تمشي على حاله تيبل تاني. ليه؟ عشان انت بتنقل المره دي تبقى تنقل وتنقل بحذر، وتبقى بكل سطر بتنقله بتشوف ايه اللي هيتغير فيه، وتبقى فاهم كل حاجه ايه اللي هيتغير وما يتغيرش. بعد كده هتلاقي نفسك اوتوماتيك لو كنت بتعمل سيستم حقيقي شويه، او مش اصغر من كده، بس طبعا هنعمله اصغر عشان الوقت. مثلا ايه بتعمل بيشنت مريض ودكتور وتحاليل ومش عارف ايه، خمس ست ملفات اكس ام ال شغال عليهم، هتلاقي نفسك بعد تاني فايل تالت فايل انت خلاص الحاجه بدات تتحفظ منك الحته انت عايزها. هتلاقي بقى ايه انت والله كنت عامل داتابيز مثلا للستودنت والكورسز والانستراكتورز والاكزامز ومش عارف ايه، وعمال تعمل، هتلاقي نفسك بعد الفايل الاول الفايل الثاني الفايل الثالث هتلاقي نفسك ما بتبصش انت كنت كاتب ايه، لا الحاجه بقت في دماغك انت فاكر تكتب ايه، هتلاقي الدنيا بقت تمام. دي توصل لها كده تخش بقى في بروجكت انت بشويه، فتبدا تتعود على الكلام ده وتعمله بس عجبتش عليه بس. بالنسبه للاكس ام ال، الاكس ام ال ممكن تمثل بالنسبه للريليشنز ومش الريليشنز، هنا يعتبر ده الامبلي، لو اعتبرته زي تيبل كده ولا حاجه هنعتبر السيرتيفيكت 1 تو مين، اكن الامبلي هاز ميني سيرتيفيكتس تمام. وكذلك ممكن نعتبره اري، يعني عملنا ايه فونز ونحط له كذا فون 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 نعتبره، فاللي هي مثلا المالتي وهكذا. لكن مفيش في الاكس ام ال ريليشن بمعنى ريليشن، لكن النست دي بتعمل بقى ال 1 تو ميني والكلام ده تمام. ده بالنسبه لي، لكن ملف اكس ام ال وملف اكس ام ال ثاني ما بينهم ريليشن والكلام ده كله مفيش الكلام ده في الاكس ام ال. ان شاء الله في الداتابيز نبقى نشوفها مع بعض باذن الله، ده هنلاقيه فيه.